العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس مستقر بالمجمل ومتفرقة من النوع العالي بدون فعالية، 26 درجة مئوية، الرطوبة 17% والرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة. نتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الجمعة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تتأثر تبوك بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لذخائر عديدة من الأمطار، 39 درجة مئوية، 22 كحرارة دنيا، سكاكات 36 إلى 23، عرعر 38 إلى 24. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 37 إلى 24، جدة مدينة جدة 41 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 32، أما الطائف ذخائر عديدة من الأمطار 31 إلى 18. المنطقة الجنوبية الغربية فرصة لزخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 28 إلى 20، أبها 28 إلى 18، أما جازان 38 إلى 32. المنطقة الشرقية أيضا أجواء مستقرة بالمجمل، الدمام 37 إلى 23، حفر الباطن 40 إلى 28، الإحساء 29 إلى 23. أما المنطقة الوسطى حائل، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 34 إلى 22، أما بريدة طقس غائم جزئي 37 إلى 25، والرياض أيضا غائم جزئي 37 إلى 26. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.